إذن مشاهدينا، إنذار جديد من القوات الإسرائيلية على مناطق حارة حريك ومناطق أخرى في الجنوب، في الضاحية الجنوبية للبنان. وكنا تابعنا معكم على الهواء مباشرة 4 غارات إسرائيلية جنوب، 3 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وكانت في خلال نصف ساعة. الآن إنذار جديد من قبل القوات الإسرائيلية لمناطق أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت.